يسأل عن كيفية إخراج الزكاة والنصاب. يملك 17 جاموسة تدر عليه لبن ويتكسب من هذا اللبن، قد يلجأ لبيع الجاموس والاستفادة منه، ويقدر ثمن الجاموس بنحو 300,000، فكيف أزكي؟ لا، الزكاة لا تجب على الجاموس 17، لأن الجاموس حكم البقر، والبقر عنده كم؟ 30. لكن كونك أنت إذا كنت يعني أنت شغله للتجارة يجيب لبن وتبيع اللبن، ويجيب أولاده يجيب وتبيع اللبن، هذا من باب إيه؟ زكاة التجارة، زكاة الإيه؟ إذا كنت تجار فيك يعني كمزرعة، عامل في مزرعة وعشان تبيع اللبن وتبيع الأولاد بتوعه، ده يجب عليك زكاة الإيه؟ زكاة الإيه؟ التجارة. كل سنة تشوف قيمته وتزكيه. لكن كونك أنت في البيت ولا تتاجر فيه وتأكل اللبن مش يعني خلاص، لا حرج عليك، لا حرج عليك.